السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح الماث Primary 3 أو الصف الثالث الابتدائي Term 1 الترم الأول. والنهاردة هنبتدي نشرح lesson 26 و 27 لحد lesson 30 أو لحد درس رقم 30، وهننهي معاهم chapter 3 أو الفصل الثالث علشان نبتدي بعد كده نشرح chapter 4 من المرة الجاية. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في يونت 26 و 27، في ليسون 26 و 27 او درس 26 و 27 بيكلمنا عن حاجة بناخدها من اول ما كنا في كي جي 1 وكي جي 2، وهي التايم او الوقت، وازاي نقرأ الكلوك او الساعة. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا two kind of clocks او نوعين من الساعات، الانالوج كلوك او الساعة دي اللي هي الساعة الغير رقمية اللي بيبقى فيها الاور اند والاور هاند والمينت هاند او عقرب الساعات وعقرب الدقايق، وعندنا كمان الديجيتال كلوك او الساعة الرقمية اللي بتكون مديانة الارقام مكتوبة على الشاشة على طول بتاعتها، مش محتاجين ان احنا نعمل حاجة غير ان احنا نقرأ الارقام دي. حتى هنا بيقول لنا remember او تذكر، يعني احنا اخدنا الكلام ده قبل كده، فهو الدرس سهل قوي. بيقول لك ما تنساش ان في 60 minutes in 1 hour، كل ساعة فيها 60 دقيقة، كل ساعة فيها 60 minutes او 60 دقيقة. فمثلا هنا بيوريك الانالوج كلوك او الساعة الغير رقمية دي. فطبعا هنا الساعة بتتقسم لأجزاء صغيرة، كل جزء من دول زي ما احنا شايفين يعتبر 5 دقايق او 5 minutes، من 12 من 12 لوحده او من 12 ل 1 في بينهم وبين بعض 5 minutes. احنا بنتكلم لو احنا بنتكلم على حركه المينت هاند او عقرب الدقايق، فكل ما المينت هاند اللي هو الطويل يتحرك من خانه لخانه بيعدي 5 دقايق، لما يتحرك من 1 ل 2 عدى 5 minutes، لو من 2 ل 3 5 minutes، وهكذا. علشان كده هو جايب لك التقسيمه بتاعتها وبيقول لك كل hour او كل ساعه بتتقسم من اول 12، هنا بنعتبرها الدقيقه رقم 0 او الدقيقه 0، المينت هاند او عقرب الدقايق بيتحرك كل ما يتحرك من رقم للتاني كانه عدى 5 minutes، فهنا 5 minutes، بعدين بقى 10 minutes، 15 20 25 30 35 40 45 50 55، وبعدين نرجع نبتدي ساعة جديدة. ازاي بقى بنقرأ الساعة؟ طبعا الساعة الانالوج لما بيبقى المينت هاند واقف على ال 12، اي رقم بيبقى عليه الاور اند او العقرب بتاع الساعات بيكون الساعة بالظبط. يعني هنا الاور اند على ال 10 والمينت هاند على ال 12، يبقى الساعة دلوقتي 10 بالظبط. لو المينت هاند اتحرك من ال 12 دي بقى واقف على ال 1، هتبقى 10 الساعة 10 و 5 minutes، ساعتها بنقول 5 past 10 او الساعة 10 و5. اي رقم هنقوله فوق رقم الساعة بتاعنا بنقول عليه past، يبقى لا. طب لو هي العقرب بتاع الدقايق او المينت هاند اتحرك بقى على ال 15، هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها 15 past 10. ال 15 دي بتعتبر ربع ساعة، لان الساعة 60 دقيقة، فربع 60 دقيقة 15 دقيقة، فممكن نقولها quarter past 10 او الساعة 10 وربع.
طب لو على لو المينت هاند اتحركوا بقى على الفور ولسه الساعة 10، هنقول ايه؟ 20 past 10. 20 past 10 او الساعة 10 و20 دقيقة، الساعة 10 و20 دقيقة. لو جت على الـ 6 يعني 30 دقيقة، زي ما احنا عارفين 30 دقيقة يعني نص ساعة، يبقى عايزين نقول الساعة 10 ونص، هنقول half past 10 أو الساعة 10 ونص. فأي رقم هنقوله فوق رقم الساعة بنقول عليه past. طب لو الساعة بقى عايزين نقول الساعة فاضل ربع ساعة وتيجي الساعة 10، هنقول quarter، بس بدل ما نقول past هنقول 2:10، فاضل ربع ساعة وتيجي الساعة 10. طبعا ده لو عقرب الدقايق على التسعة، لأن هنا التسعة دي يعني 45 دقيقة، وعقرب الساعات كمان على تسعة أو بين التسعة وبين العشرة، فنبقى عارفين إن فاضل ربع ساعة وتيجي الساعة 10 تبدأ ساعة جديدة. فبدل ما نقول الساعة 10 و45 دقيقة، ممكن نقول فاضل ربع ساعة والساعة 11 تيجي. فطالما في فاضل ربع ساعة وساعة جديدة تبدأ، بنقول عليها quarter to، فاضل 15 دقيقة وربع ساعة to لحد، وهنقول مثلا الساعة الجديدة 11 11 quarter to 11. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت. طبعا هنا الديجيتال كلوك بنقراها بمنتهى السهولة، فهو هنا مدينا الأمثلة دي، بيقول لك هنا وبيفكرك وبيقول لك إن الساعة لما تبقى 10 الـ hour hand على 10 والـ minute hand على 3 تبقى الساعة 10 و15 minutes. فبنقراها بنقول it is quarter past 10 أو الساعة 10 وربع. طب لو هو على الـ 6 بنقول it is half past 10 أو الساعة 10 ونص. طيب لو الساعة بقى 10 و45 دقيقة، عقرب الـ minute hand على الـ 9، فبنقول it is quarter to 11. to 11 خدت بالك، فاضل ربع ساعة والساعة 11 تيجي، الساعة 11 إلا ربع. طبعا هنا اللي تحت ده homework. كده احنا خدنا الـ remember بتاع الـ clock، وطبعا عندنا exercise 7، طبعا عندنا الـ exercise 17 ده homework، والكلام ده احنا خدناه قبل كده، المفروض ان هو سهل جدا. لو في حاجة وقفت قدامك يا ريت تبعت لي على الصفحة بتاعتنا على طول. وهنروح ل lesson 28 و 29 with division او القسمة. اول مرة نتكلم عن ال division او القسمة، وهو طبعا هي موضوعها سهل جدا وشرحها سهل جدا. ال division او القسمة ان انت تقسم كمية معينة او رقم معين على اجزاء متساوية. يعني انا مثلا اديتك 10 oranges او 10 برتقالات، وقلت لك مثلا ادي لاخواتك الاثنين كل واحد قد التاني بالظبط. انت هتروح ماسك ال 10 oranges وهتروح تبتدي تقسمهم على اخواتك الاثنين، هتدي كل واحد 5 oranges او 5 برتقالات. هنا انت عملت عملية division من غير ما تاخد بالك. فالديفيجن ان انت تاخد كمية او رقم معين وتقسمه على اجزاء متساوية، فبالتالي كل جزء يبقى قد التاني بالظبط. هنا بيقول لك الفكرة دي، احنا لسه بناخد مقدمة عنها وهناخد الشرح بتاعها ضمن افكار الدرس. فبيقول لك هنا division is to separate، ان انت تقسم something شيء ما in equal groups في مجموعات متساوية. To share things equally، علشان تشارك الأشياء بشكل متساوي. You can divide. You can divide، أنت ممكن تستخدم القسمة. بيقول لك مثلا هند have 6 carrots، هند عندها 6 جزرات. To feed the rabbits، علشان تطعم بيها الرابتس بتوعها. There are 3 rabbits، عندها 3 أرانب. How many carrots does each rabbit get، كم جزرة هياخدها كل أرنب. فهنا بيقول لك انت اول حاجة هتعملها في عقلك
ان انت هتعمل 3 جروبس او 3 مجموعات، كل جروب يعتبر الرابت من الرابتس الثلاثه. بعدين هتبتدي ترسم كل جوه جروب عدد جزره معينه، جزره واحده، وبعدين هتعدهم هتلاقي 1 2 3، لا لسه فاضل 3 كمان، فترسم كمان another carrot في كل جروب، فهتلاقي ان هو وصلت لل 6 carrots او ال 6 جزرات، فهتبقى عارف ان في 2 carrots in each group او في جزرتين في كل مجموعة، فبالتالي هتعرف ان 6 divided by 3 او 6 لما نقسمها على 3 هياخد كل رابط كام جزرة؟ 2 carrots او جزرتين. هي دي الفكرة، ودي مقدمة عن طبعا هنا بيوري لك ازاي بقى تحل الديفيجن عن طريق الرسم. فبيقول لك هنا the following model او النموذج التالي called a part part whole. part part whole يعني جزء جزء، والكل بتقسم الكل على اجزاء. فبيقول لك هنا 10 فبيقول لك هنا to represent the sharing problem او الديفيجن، علشان تمثل او ترسم عملية القسمة. فده الهول، النمبر اوف اول كاروتس اللي هو الرقم الكلي بنحطه هنا فوق. بعدين نبتدي نحط بقى البارت بارت علشان خاطر نقسمه لاجزاء. فهنا بيقول لك الهول اهو، قسمنا الستة بقى نمبر اوف كاروتس ايتش رابت جيت، عدد بقى الجزرات اللي هياخدها كل رابت 2 2 2، نمبر اوف سمول سيركلز از ذا نمبر اوف رابتس، الرقم عدد الدوائر الصغيره دي هو عدد الرابتس او الـ 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 او الارانب. تعالوا نحل في اكسرسايز 18 اول مثال علشان نعرف ازاي نستخدم الـ part part whole model ده. فبيقول لك هنا draw to show equal groups، ارسم علشان توضح مجموعات متساويه. fill in the part part whole model اللي هو الـ part part whole model اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده، and complete، وبعدين كمل. فبيقول لك هنا 9 coins 9 عملات معدنية divided among 3 money boxes، اتقسمت على 3 صناديق فلوس، 3 حصالات. عندنا 9 coins 9 جنيه فضة هيتقسموا على 3 money boxes او على 3 صناديق فلوس 3 حصالات. طبعا لما نيجي نشوف كده هنرسمها ازاي، اول حاجة هنقول الهول اللي هو الناين، وهنرسم 3 بوكسز 3 سيركلز، ادي سيركل ودي سيركل ودي سيركل. طبعا لو حطينا 1 هنا هيبقى 3 كوينز بس، لو حطينا 2 هتقول 2 بلس 2 بلس 2 هتلاقيهم 6، يبقى مش هينفع، يبقى لسه فاضل تاني. لو حطينا 3 هتلاقيهم كلهم ايه بقى جمعهم 9. يبقى ايه المفروض ان انت لما تقسم ال 9 كوينز على 3 money boxes يبقى كل بوكس يبقى فيه 3 كوينز، يبقى each money box has المفروض كام؟ 3 كوينز. دي ده شكل البارت بارت هول موديل اللي احنا قلنا عليه مش فالمفروض ان هو هنا كان يحط لك كمان سيركل ثالثه، عشان كده هنكتب هنا 9 ونحط هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. نحل المثال اللي بعد كده، بيقول لك هنا 6 pencils او 6 قلم رصاص divided among 2 pencil cases، اتقسمت على مقلمتين. المفروض ان احنا عندنا هنا هنكتب هنا فوق 6، لو كتبنا هنا 1 وهنا 1 هيبقى 2 بس، لو كتبنا هنا 2 وهنا 2 هيبقى كام؟ 4. لكن لما نكتب هنا 3 وهنا 3 هتجمعهم على بعض يبقى each group فيه 3 ومجموعهم هم 6، يبقى المفروض each pencil case has 3 pencils، 3 اقلام رصاص. هو ده ال part part whole model او النموذج بتاع جزء الجزء الكل. عايزكم تحلوا الاكسرسايز ده هوم ورك عليكم طبعا، وهو سهل جدا، موضوع سهل وبسيط. تعالوا نحل الورد بروبلم دي او المشكله المساله الكلاميه دي. فبيقول لك هنا
Each bear wants to eat 5 fish. كل دب عايز ياكل 5 سمكات. There are 25 fish. في 25 سمكة. How many bears can be fed? كم بقى دبة ممكن تأكل؟ يبقى عندنا 25 fish. عايزين نقسم ده الهول نمبر. هنقسمه على ايه؟ 5. على 5. يبقى دي 1 2 3 4 5. المفروض ايه؟ في 5 groups. لو حطينا هنا 1 في كل واحد هيبقى مجموعهم ايه؟ 5. لو حطينا 2 هيبقى مجموعهم 10. لو حطينا 3 هيبقى مجموعهم 15. 4 هيبقى مجموعهم 20. لكن لما تدي كل جروب او كل بير 5 فيش هيبقى مجموعهم 25. وعلى فكرة الديفيجن هي بالضبط الوجه الثاني لعملية الضرب اللي احنا اخدناها المرة الدروس اللي فاتت. فالديفيجن الوجه الثاني للمالتيبليكيشن او عملية الضرب. فانت لو حافظ جدول الضرب كويس هتقدر تحل مسائل الديفيجن بمنتهى السهولة. فيبقى المفروض ان each bear, فالمفروض 5 bears can be fed, او 5 دببة هم اللي ممكن ياكلوا. ليه؟ لان انت لما تقسم ال 25, ليه؟ لانك لما تقسم ال 25 fish وكل دب بياكل 5 fish يبقى هتلاقي نفسك تقدر تأكل او تعمل feeding ل 5 bears او 5 دبب. تعال نحل اللي بعد منها برضو. A class has 20 pupils, او فصل فيه 20 تلميذ. If they are divided into rows of 5 pupils, هما تقسموا لخمس صفوف, كل صف فيه 5 تلاميذ. In each, في كل واحد. How many rows are there? هيبقى في عندنا كام رو؟ احنا عندنا 20 students, 20 people, وكل رو فيه 5. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف نقسم ايه؟ 1 2 3 4 5. لو حطينا هنا 1 هيبقى عندنا 5. لو حطينا هنا 2 هيبقى عندنا 10. لو حطينا هنا 3 هتجمعهم على بعض, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, هيبقى عندنا 15. لو حطينا هنا 4 هيبقى عندنا 20. يبقى المفروض عدد الروز قد ايه؟ 4. يبقى ايه؟ it will be 4 rows. 4 rows او 4 صفوف. طبعا هنا الورك اريا دي هو مديها لك كحتة تقدر ترسم فيها الرسم اللي احنا بنرسمه ده, وبيسهل عليك طبعا عملية الحل. تعالوا نحل التالتة دي. شادي saw some horses. شادي شاف بعض الأحصنة. In a park, في متنزه. He counted 36 legs. هو عد 36 رجل. How many horses did Shady see? كم بقى حصان شافه شادي؟ احنا عارفين ان الهورس عنده كم ليج؟ 4. 1 2 3 4. يبقى تعالوا كده نرسم 36 اهو, ده الهول نمبر. وهنبتدي نحط 4 هنا. 2 3 4, مش 4 ليجز. عايزين نعرف بقى عدد الاحصنة, number of horses. لو حطينا 1 هيبقى 4. 2 8 3 12 4 16 5 هيبقى 20 6 هيبقى 24 7 هيبقى 28 8 هيبقى 32 9. لما تفضل تعد بقى هتوصل لغاية number 9. هتجمع 9 plus 9 plus 9 plus 9 هتلاقيهم 36.
يبقى هو شاف كام حصان؟ Seven. يبقى he counted أو he see أو he saw أو he saw nine horses أو 9 أحصنة. هو عد الليجز بتاعت 9 horses أو 9 أحصنة. موضوع سهل قوي، أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا المعلومة وتحلوا الأسئلة كلها. ونروح لـ lesson 30 أو الدرس رقم 30. وطبعا هنا بيقول لنا division symbol أو الرمز بتاع division اللي احنا عارفينه كلنا، اللي هي العلامة الجميلة دي، هو هنا بيكلمنا عنها. فبيقول لنا هنا there are 12 sweets، في عندنا 12 قطعة حلوة. You want to divide them among 3 groups، انت عايز تقسمهم على 3 مجموعات. And find the sweets number in each group، وعايز تعرف عدد كل قطع الحلوة في كل جروب. طبعا لما تقسمهم هتلاقي ان في كل جروب في 4 sweets او 4 قطع. فهنا بيقول لك there are 4 sweets in each group، في 4 قطع حلوة في كل جروب. When you divide them in equal groups، لما تقسمهم على مجموعات متساوية، you can express it، ان انت ممكن تعبر عن ده by the division sentence، عن طريق جملة او عملية جملة عملية القسمة. فبنقول 12 divided by 3 equals 4. Divided by دي المفروض السيمبل بتاعها أو الرمز بتاعها ده. هو ده موضوع درس النهاردة، موضوع بسيط جدا. يبقى 12 divided by 3 equal 4. طبعا احنا هنشوف بقى، تعالوا نحل الأمثلة اللي تحت دي علشان نبقى حلينا عليها بعض الأمثلة. فهنا بيقول لك write the result of each of the following، اكتب النتيجة بتاع كل واحد. 16 divided by 2، 16 divided by 2، هنقعد ممكن نستخدم ال part part whole model زي ما قلنا، ونرسم هنا ال whole وبعدين نقسم على 2 groups، ونقعد نعد 1 هتلاقي 2 3 لحد ما نوصل هنلاقي كل group فيه قد ايه، فيه 8 فهن المفروض ال 16 divided by 2 equal 8. طيب 10 divided by 2 5. بالمعنى الأدق احنا لو ضربنا A في 2 هيدينا 10، هتلاقيها 5. عشان تتأكد النتيجة بتاعتك صح، لو انت حافظ التايم تيبل اللي احنا خدناه الدروس اللي فاتت، اضرب 5 times 2 هتلاقي عندك 10 هي الناتج. فبالتالي زي ما بقولك الديفيجن هي الوجه الثاني للمالتيبليكيشن بروسيس او لعملية الضرب. طيب 24 divided by 6، 6 لو انا جبت 24 وقسمتها على 6 groups المفروض كل جروب فيه قد ايه؟ لو قسمتها بالهول بالبارت بارت هول موديل هتلاقي ان كل جروب فيه 4. طبعا ده هوم ورك عليكم. هنا بيقول لنا write suitable sign greater than equal smaller than. طبعا احنا عارفين ال greater than وال smaller than من واحنا في KG2. طبعا دي بتبقى الفتحة بتاعت العلامة دي ناحية الرقم الأكبر، وequal طبعا يعني يساوي. لو قلنا 35 divided by 7 greater than ولا equal ولا smaller than، smaller than دي smaller than. ودي equal ودي greater than.
المفروض هي smaller than ولا equal ولا ولا greater than 5 times 7. smaller than. smaller than يبقى المفروض إن هي أصغر من. طيب 28 divided by 4. 28 divided by 4 equal ولا greater than ولا smaller than 7. هتساوي 7 لما تتحلها. وهنا 4 plus 4 equal 8. يبقى المفروض إن 4 plus 4 greater than 28 divided by 7. طب 2 times 3 يعني 6 greater than ولا smaller than ولا equal 24 divided by 4 equal 24 divided by 4 بيساوي 6 برضه يبقى المفروض equal. احنا الاولانيه دي المفروض ان احنا نعمل العلامه كده لان احنا زي ما قلنا ان الفتحه بتبقى ناحيه الرقم الاكبر. فلو انت عملت divided 35 divided by 7 هتلاقيها 5 5 by 7 هتلاقيها 35. فانا هنخلي العلامة ناحية الرقم الأكبر. تعالوا نحل دي كمان. 4 by 2 أو times 2 بتساوي 8. 42 divided by 6 6 يعني هتساوي 7. يبقى المفروض ان ال 8 greater than 7 زي ما قلنا الفتحة بتاعة العلامة بتبقى ناحية الرقم الأكبر. اعتبرها سمكة وبتاكل. السمكة دي لما بتيجي تاكل بتفتح بقها ناحية الحاجة الكبيرة الرقم الكبير. تمام؟ فدايما تخلي الفتحة بتاعة العلامة ناحية الرقم الأكبر. فاحنا هنا خلينا العلامة برضو متجهة اللي هي greater than ناحية الرقم الأكبر. طب 10 divided by 10 بتساوي 1. 10 by times 0 أي رقم في 0 بتساوي 0. يبقى المفروض برضو هنعمل إيه 10 divided by 10 greater than 10 by 0. طيب 4 times 5 4 في 5 بكام 20. و 10 times 2 بتساوي 20. يبقى المفروض هنا equal. طبعا الأسئلة اللي بعد كده دي homework علينا. وبكده نكون انهينا شرح شابتر 3 كله. وان شاء الله المرة الجاية نبتدي نشرح شابتر 4. اتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.